أنا سمعت بعض الأشخاص يقولون بأن الولايات المتحدة حقيقة أرادت أن تستدرج روسيا إلى أوكرانيا، وذلك لتخرج من أزمة أو من إحراج أفغانستان. وسألوني ما رأيك بهذه النظرية. أنا من وجهة نظري هذه النظرية حقيقة لا تستحق النظر فيها لأنها سخيفة للغاية. بالتأكيد الملام على هذه التراجيديا أو هذه المأساة هو فلاديمير بوتين، لأنه يؤمن بأن أوكرانيا تشكل حقيقة تحديدا لروسيا، وهو يريد أن يتخذ أجراء عسكريا لاستبعاد هذا التهديد، وهذا ما رأيناه منه. ما هو مثير للاهتمام بالنسبة لي، نحن رأينا ذلك مسبقا حيث حاول الاتحاد السوفيتي أن يحتل التشيك، جمهورية التشيك، واحتلوا هنغاريا في عام 1956، وأيضا سيطروا على دول البلطيق بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فأن هناك تاريخ طويل لاستخدام روسيا للقوة لإخضاع جيرانها، وأيضا أنها تنتهك سيادة الدول المستقلة ولها تاريخ في ذلك. ولكن ليس أي من هذه الأمثلة له علاقة بالولايات المتحدة، أي أن الولايات المتحدة ربما دعت إلى ذلك أو شجعت عليه، بل كان ذلك نتيجة للطموح الإمبريالي الروسي. هناك درس آخر نستطيع أن نتعلمه من هذه الأمثلة القديمة، هي أنهم لم ينجحوا حقيقة، لأن ذلك سيؤدي إلى دمار كبير ومعاناة شديدة، وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار لفترة طويلة. ولكن الفكرة بأن روسيا من خلال استخدام قوتها العسكرية والاقتصادية وغير ذلك ستستخدم هذه القوة لقمع شعوب كاملة ودول كاملة، أعتقد بأن هذا غير منطقي ولا يمكن أن ينجح ولا حتى لأي فترة من الزمن، والتاريخ شاهد على ذلك. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والعديد من الجمهورين البارزين مثل تيد كروز يجدون بأن ضعف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو الذي تسبب في هذه القضية، ودليل على هذا الأمر وهم يستشهدون بإجراءات دونالد ترامب آنذاك التي أدت إلى إيقاف أنبوب الغاز نورد ستريم 2 القادم من روسيا إلى ألمانيا، وكذلك العديد من الدعم والإجراءات الداعمة إلى أوكرانيا. لا تعتقد بأنهم يتحدثون هنا عن منطق دام لأربع سنوات لم يتمكن بوتين من فعل شيء، ولكن عند إلقاء القسم من الرئيس الأمريكي بايدن الأمور اختلفت وبدأ بوتين يحشد، وها نحن الآن أمام هذه النقطة الغريبة حقيقة والخطيرة من عالمنا هذا؟ هل هذا سؤال جاد حقيقة؟ لا أعتقد أن أي شيء كان يمكن أن يوقف فلاديمير بوتين عن هذه المساعي. الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يوقفه هو أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا أن تهدده بالحرب إذا قام باحتلال أوكرانيا، ولكن لا أعتقد بأن لا أوروبا ولا الولايات المتحدة مستعدون للدخول في حرب مع روسيا. وتيد كروز أو ترامب أو أي من الجمهوريين الآخرين لما كانوا سوف يدخلون في حرب مع روسيا لمنعه من احتلال أوكرانيا، هذا أولا. ثانيا، إن الفكرة التي اقترحها بعض الجمهوريين والذين قالوا لو أن الولايات المتحدة قد وضعت عقوبات ومنعت بناء الأنبوب نورث ستريم 2، هذا مجددا من ليس كلاما واقعيا، وهذا كان لن يردع بوتين. هو لا يحتاج حقيقة إلى هذا الخط الأنابيب، لأن لديه على الأرجح 6,000 مليار دولار في البنوك. ربما أوكرانيا أهم بالنسبة إليه من خط الأنابيب هذا نورث ستريم 2. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، إن لنقل بأننا سوف نضع عقوباتنا على روسيا، هذه العقوبات سوف تؤثر على أوروبا، سوف تؤثر على دول أوروبية عديدة بما في ذلك ألمانيا، وبالتالي فإنه يجب أن تكون أوروبا معنا وموافقة معنا، وبالتالي فإن هناك دبلوماسية يجب أن نتبعها، وليست الأمور بالبساطة التي يحاول تيد كروز أو دونالد ترامب أن يقنعونا بها.
فالسؤال هو هو أن يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي فعله ترامب بالنسبة للديمقراطية الأوكرانية؟